نتحدث اليوم مع مجموعة منهم نتحفظ على ذكر أسمائهم الحقيقية بناء على طلبهم، وأبدأ من رجاء. رجاء مساء الخير. مساء النور، يعطيك العافية. نسمع قصتك يا رجاء بعجالة، أنت كرمتي. أنا خريجة جامعة العلوم والتكنولوجيا في 2015. نعم. كان علي يدي من الجامعة، طبعاً أنا ما توظفت ولا اشتغلت. فجأت بعد 5 سنوات أو بس خلص أمر الدفاع، احنا صرنا طلاب مطلوبين وعلينا غرامات كمان. قديش قيمة الدين اللي عليكي؟ تقريبا 2000 دينار. اليوم انت مطلوبة عليهم صحيح؟ هي اموال اميرية تعتبر. نعم. انت ما اشتغلتي صحيح؟ لا ابدا. في شروط العقد الاصل تشتغلوا مشان هيك، وبهذه الطريقة بتسدوا الاموال عليكم صحيح؟ يعني انه الطالب ما اشتغل من هون بده يدفع. نعم. حدا تخرج من الجامعة وما لقى وظيفة، ما لقى شغل، ما لقى شيء، وين بده يسكن؟ نعم. أنا بحكي يعني يمكن أكثر من 500 اللي أنا بعرفهم، يعني إنه تخرجوا معي من نفس الجامعة ما يقلوش عن 500 طالب نفس المشكلة اللي انفصل من الجامعة. كلهم ما اشتغلوا؟ طبعاً ما حدا اشتغل. طيب. أسمع من الأخ عبد العزيز. الله يعطيك العافية أستاذ، وشكرا على الاستضافة. حياك الله. سيدي، بالنسبة لنا كطلاب متعثرين ماليا، أنا من الطلاب اللي واجهت مشكلة إنه كان علي 3000 دينار. 10000؟ 3000 دينار. 5000 دينار. نعم. كنت بفصل التخرج، سنة رابعة فصل تخرج، فروحت لمدير المالية بحكي له علي 3000، بدي أسجل الفصل التخرج اللي ظل علي وتخرج، وبعد ما تخرج يعني بسجل نقصار. حكى لي أمورك تمام، روح جيب لنا 600 دينار بالضبط وتعال سجل. رحت على الشركة الوطنية لتمويل المشاريع الصغيرة. بدون أسماء يا أخوي يا عبد العزيز أرجوك. ماشي. رحت أخذت قرض من شركة ما ب600 دينار. فروحت لعنده بحكي له هاي 600 عشان سجل الفصل اللي ضل علي، لأنه بحكي لي بالحرف الرئيس الجامعة مش قبلان، واللي ما محوش ما بلزموش. قلت له سيدي أنا مستنفذ حقوق التأجيل، يعني إذا ما سجلت بنفصل. فحكى لي بالحرف الواحد اللي ما معه ما بلزمه لا تدرس. قلت له طب أنا ضيع 4 سنين دراسة عشان ما معي أكمل. حكى لي بالضبط يعني بالحرف، وأنا مشهود على كلامي، حكى لي اللي ما معه ما بلزمه. سحبت حالي وطلعت من الجامعة، وتفاجأت داخل الفصل لأنه بنزل علي فصل من الجامعة كاملة وأنا خريج كنت. يعني هاي مشكلتي. وتفاجأت قبل فترة أنه بنزل علي المبلغ كامل بغرامات 380 دينار يعني مطالب قضائيا بالغرامات. طيب وصلت أخ عبد العزيز. أسمع من الأخت نسرين. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي. طبعا أنا خريجة من الجامعة الهاشمية سنة 2013، قدمت على قردين ودرست فيهم. تفاجأت بسنة 2020، طبعا هو والدي الله يرحمه اللي كفلني على محله، وتوفى والدي والمحل انكسر بالكورونا. لما اجينا نعمل حصر الارث بال2020 تفاجأت اني انا مطلوبة مبلغ تقريبا 2000 دينار للقروض هذه. نعم. طبعا انا ما معي اسد، قدمت على الديوان رقمي زي ما هو من 2013 لغاية ديوان الخدمة الملكية. قصدك ديوان الخدمة؟ الديوان الخدمة المدنية. نعم. المدنية. طبعا أنا وزوجي خريجين من الجامعة الهاشمية والأردنية، وقدمت على الحالات الإنسانية برضو ما في أي فائدة، ما في بالقطاع الخاص شغل. لغاية الآن أنا إلي تقريبا 10 سنين بالضبط متخرجة، ما اشتغلت سوى 5 شهور أول ما تخرجت، وغيرهم ما اشتغلت. جديد رحت أقدم على القطاع الخاص بحكول أنت ما معك خبرة وأصلا نسيت شو درستي، على أي أساس بدنا نوظفك؟ هاي آخر مقابلة عمل كانت في القطاع الخاص. توجهت لأحد النواب أني أطلب مساعدته
بدون ذكر أسماء، برضو حكالي هاي أموال أميرية أنا ما بقدر أساعدك فيها، بدك تدفعيهم. طب أنا من وين بدي أدفعهم؟ وظفونا عشان ندفعهم، نحن ورانا أطفال ورانا عائلات، يعني راتب زوجي راتب ذوي دخل محدود جدا كمان، وما معنا لا تأمين صحي ولا معنا وظائف ولا معنا أي إشي، على أي أساس بدي أدفع أنا 2000 دينار وأنا ما اشتغلت أصلا فيها الشهادة؟ نعم. من وين نجيب يعني؟ اتفاجأت انه انا معمم علي، هلا بدنا نبيع المحل تبع ابوي الله يرحمه لانه صار لورثه. الله يرحمه. تمام؟ ما في بيع الا لحتى تسدد القروض اللي عليكم. محجوز. نعم. واصل اخت نسرين. اسمع من الاخت نداء. اخت نداء. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي يا ستي. لو سمحت أنا بدي أحكي قصتي بكل اختصار. أنا نجحت بالتوجيه علمي، جبت 95 تمام، دخلت تخصص الهندسة الطبية بجامعة اليرموك، كانت ساعته بخمسة وأربعين. أول فصل طلعت لي منحة لأنه كان معدلي عالي. السنة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة أربع قروض، كل قرض بقيمة 2000 دينار تمام. أنا حاليا السنة الجاية بصير مطالبة بقيمة قروض قيمتها 8000 دينار تمام. طبعا ما اشتغلت أبدا، ورقم الديوان الخدمة بدل ما يقل قاعد بيزيد، وما في أي نوع من الوظائف لا بقطاع خاص ولا بقطاع حكومي بالمرة نهائيا. طبعا كفيلي هو والدي، متقاعد من الضمان، راتبه 310 دينار، مسؤول عن عائلة تتكون من 5 أنفار تمام. فلو بدهم السنة الجاية بلشوا يقتطعوا 75 أو 100 دينار، ما بعرف يعني 200 دينار شو رح يعمل بالخمس أنفار تمام. دورتي على شغل يا أختي نداء ما لقيتي؟ دورت والله دورت. وإحنا بالجامعة كنا بنسأل لما بنقدم، كانوا يحكوا لنا مش رح تطالبوا فين إلا لما تحصل على وظيفة. وبال 2019 أصدر شو اسمه مجلس الوزراء قرار تأكيد إنه مش رح نطالبهم إلا إذا حصلوا على وظيفة. طيب. وبعدها بشهور ألغوا القرار، صار يحكوا لا بعد 5 سنوات من التخرج من طالبهم، رجعوا على القرار الجديد حكوا بعد 2 سنين من التخرج تمام. يعني أنا علي 8000 دينار ما بعرف كيف رح أسدهن، وأنا حاليا متزوجة وزوجي بالأمن العام، يعني راتبه أقل من 400 دينار، ما بعرف كيف رح ينسدوا صراحة. طيب واضح أختي ده. أسمع من الأخت سوار. أنا يعطيك العافية. حياك الله، تفضلي. أنا سوار من جامعة البيت، هندسة عمارة، خرجت 2011، يعني صار لي متخرجة 12 سنة. حاليا ربة منزل وعندي 3 أطفال. وقت ما كنت بالجامعة أخذت قرضين على أساس أنه طبعا أكيد اللي بياخدوا قروض وضعهم المادي بيكون لا يسمح أنهم يدرسوا. أخذت قرضين على أساس أنه بعد التوظيف ديوان الخدمة المدنية لما يطلع اسمنا بصير يقطعوا من الراتب. طبعا انا صار لي 12 سنه متخرجه، رقمي على الزرقاء هندسه معماريه 47 ما تحرك. طبعا انا ما بشتغل، حاولت اشتغل ببعض المشاريع شهر شهرين وعادي، يعني انه 100 200 300 طبعا، ومش هالرواتب وبس. طبعا انا راكنه انه ما في علي ولا شيء. طبعا اختي نفس الشيء عندها نفس المشكله. فجاه والدي اللي هو كافلني متقاعد راتبه 210 دينار بيروح بيرخص سيارته. الله يجزي الخير الشرطي اللي هناك المسؤول، بقول له يا اخوي انت عليك حجز تحفظي على السياره. طب شوفي ليش حجز تحفظي على السياره؟ راح والدي وبحبش على الموضوع، لقي انه دائره الاموال العامه محافظه على سيارته من 2014. طبعا انا ماخذ القرضين، تخرجي 2011، اول قرض مطالب 2012، ثاني قرض 2014 بلشوا مطالبه. طبعا مع هيك وبلشت واكتشفنا انه في غرامات على كل قرض 300 دينار، يعني قرضي 800 عليه غرامه 300، قرضي الثاني 800 عليه غرامه 300، علي 1600 دينار زائد 600 دينار غرامات ما بعرف عنهم شيء، ما بعرف عنهم شيء ولا حدا خبرنا. طيب. طبعا جينا بدنا نعمل تسويه، لحظه طلبوا منا يعني مبالغ عاليه، ثلث المبلغ يعني 1000 دينار، بعدين شهري 70 دينار، انا لا اعمل، زوجي راتبه 300 دينار وبيت اجار، والدي كمان يعني متقاعد، بهاي الحاله انا شو اعمل؟ طيب بس. واضح اخت سوار. اسمع من الاخ ابراهيم عبدات المتحدث باسم الطالب المتضررين من هذا الموضوع. اخ ابراهيم، قدمت حلول، طرحت حلول لحل هذه الازمه، اسمع منك بدقائق ارجوك لان الوقت يداهمنا. مساء الخير أستاذ محمد. أولا شكرا لكم جزيلا في قناة رؤية على وفي نبض البلد على استضافة هذه القضية الهامة جدا.
اللي طرقنا أبواب العديد صراحة للحديث عنها. سيدي بعجالة بدي أوضح لك ماذا حصل معنا في هذه القضية. هذه القضية قضية صار لها عدة سنوات، تحدثنا فيها مع مجلس النواب السابق بعام 2019، وتوصلنا معهم لمذكرة نيابية تقضي بمطالبة الحكومة بإيقاف مطالبة الطلبة الخريجين لحين حصولهم على وظائف، وفعلا تمت المذكرة وفعلا أصدرت الحكومة قرار بمنع مطالبة الطلبة لحين حصولهم على وظيفة. نتفاجأ بعد عدة أشهر للأسف الشديد بإيقاف هذا القرار من مجلس الوزراء وإعادة القرار الذي ينص على مطالبة الطلبة بعد 5 سنوات من تخرجه. حاولنا عدة مرات، تعرف جاءت فترة كورونا وصار في تأجيل بسبب جائحة كورونا، طلعت قرارات بأنه عدم مطالبة هؤلاء الطلبة بخصوص جائحة كورونا. الفكرة التي حصلت الآن، عادت الناس، تعرف في ناس تم تسريحهم من عملهم، في ناس خلصت أمورها. للأسف الشديد اجتمعنا مع المعنيين، يعني كان لنا لقاء في مجلس النواب مع سعادة رئيس مجلس النواب، وأيضا مع الدكتور علي الطراونة نائب علي الطراونة، ومع وزير التعليم العالي في مجلس النواب داخل مجلس النواب. طرحنا مجموعة مطالب، ألا وهي أولا العودة لقرار مجلس الوزراء السابق بعدم مطالبة الطلبة الحاصلين على قروض إلا بعد حصولهم على وظيفة. ثانيا أن يكون الاقتطاع يتناسب مع قيمة الدخل، يعني لا يعقل أنت بتقتطع من شخص 100 دينار وهو راتبه 260 حسب الحد الأدنى أو 300، يعني فعليا أنت قاعد تقتطع منه زي أجار بيت. ثالثا أنه يكون مدة التسديد طويلة، يعني ما بزبط أنت تيجي تنادي طالب عليه 1600 دينار تقول له سدد الربع القانوني وقصة الباقي مثلا 100 ولا 80 دينار. ثالثا وهو يعني المفروض هذا شيء بسيط، إلغاء الغرامات اللي بتترتب على الطلبة. لا يعقل. إيش الرد إجا يا أخوي إبراهيم؟ إيش الرد إجا؟ إيش الرد؟ لا يوجد ردود للأسف. للأسف ما في ردود. أول شيء تم إبلاغنا بأنه سيتم المتابعة معكم، رح نلتقي فيكم، رح نعالج القضية كمجلس نواب رح يتبناها. للأسف الشديد حكوا يمكن مرة أو مرتين بعض النواب تحت القبة منهم الدكتور علي، ولكن المجلس لم يتحرك. يعني أنت بتحكي عن أعداد هائلة من الطلبة، تخيل بعدين أستاذ محمد قاعد الطالب بنزل عليه مثلا مطالبة قرض مثلا 900 دينار، بعد سنة سنتين بنزل عليه القرض الثاني، يعني بيكون عنده مثلا تسديد 50 دينار، بنزل عليه القرض اللي بعده مباشرة ما بيستنوا يخلص. طيب هذول الطلبة يعني يمكن شفت زملائي كانوا بتحدثوا، هذول الطلبة مقدمين لديوان الخدمة ومقدمين للشركات، في ناس كانت تشتغل اصلا وكان ما عندها مشكله بالقطاع، اذا جائحه كورونا تعرف تم تسريح طيب. الناس من اعمالهم، يعني احنا اللي بنسال. اخي ابراهيم واضح تماما اللي بتحكي يا اخي ابراهيم عبادات. متابع انا سؤالي استاذ، هل الدوله تبحث عن 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 ايجاد متعثرين جدد؟ يعني هذول راح يصيروا طيب. متعثرين. اخي ابراهيم واضح الرساله تماما، ولا نقبل ان يتعثر طلبه لم يعملوا واخذوا قروض لاكمال دراستهم. يجب على الجميع الوقوف مع هؤلاء الطلبه اللي بيشتغلوا ما بيقدم اقتطاعه، هذا أمر آخر. أما من لم يعمل ولا يعمل ولم يتوفر له فرصة عمل، لا يمكن اقتطاع من راتبه وتحويله إلى رجل مطلوب، وحق الرد محفوظ لأي جهة ترى في نفسها القدرة على توضيح ما يحدث في هذا الملف.